بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بكم على قناتكم شرح بسيط، ومع موضوع جديد وقائم التشغيل والقائمة التشغيل الجديدة والمفيدة، وهي خاصة بالدول العربية ودولة الإمارات بالتحديد. النهاردة معانا موضوع قد يهم بعض الناس، وهو المستثمرين بالتأكيد، وأفضل الأسهم الإماراتية في سنة 2021، وإزاي بتستثمر أو بتختار هذا السهم. ومعانا النهاردة سهم هو يعتبر من الأسهم المشهورة جدا، وهو سهم الإمارات، بنك الإمارات دبي الوطني. والنهاردة بتاريخ 28/1/2021 محقق خسارة 10%، يعني السهم نازل. هنلقي نظرة على هذا السهم ونشوف تاريخ السهم، ونحاول نشوف هل السهم هيستمر في النزول او في الطلوع، او وضعه هيكون ايه. في البداية، لو انت بتشاهدنا قناة شرح بسيط، قناة تهتم بالكثير من الشروحات والامور، فرجاء لا تبخل علينا بلايك شير، اضغط لايك، لان القنوات او اليوتيوب لم يعد يدعم مثل هذه القنوات، فرجاء ادعمنا انت بلايك لا يكلفك. لو دخلنا على الأسهم الإماراتية، فطبعا السوق مغلق الآن، هنلاقي في هذا السهم اللي هو سهم بنك دبي الإمارات دبي الوطني. لو ضغطنا عليه كده علشان نشوف هذا السهم عامل إيه النهاردة، فالسهم النهاردة محقق مخاسر أو خسران بنسبة 10%، فتح عند 11.60 درهم، وأغلق عند 11.90 درهم، وأعلى سعر وصل له 11.85، وأقل سعر 11.55. لو جينا نبص للسهم، إن هو بدأ ب11، ثم بدأ يعرض السهم لحد ما وصل ل11.75 وأغلق. تعال نشوف السهم ده في خلال شهر كان الريت بتاعه عامل ازاي. هذا السهم في بداية الشهر بتاريخ 29/12 كان 10.75، النهاردة وصل ل11.80 درهم يوم 28 يناير، اللي هو اليوم اللي احنا بنسجل فيه دلوقتي. فالسهم في الطالع، السهم في الطالع. لو جينا نبص على السهم من 3 شهور، هنلاقي برضو السهم بتاريخ 28 أكتوبر 2020 كان ثمنه 9.5 درهم أو 59%، وبتاريخ 28 يناير النهاردة وصل لحداشر تمانين. إذا السهم منذ 3 شهور وهو في مرحلة الصعود، وهو في مرحلة الصعود. لو نظرنا للسهم من سنة، هنلاقي إن السهم كان وصل إلى 12 أو 13.55 درهم، ثم حصل له هبوط ووصل ل6.56 درهم، ثم ارتفع ل11.80. ولو خدنا من 3 شهور، 11.80 وصل ل9 ووصل ل11.80 نفس النقطة، كويس. ومن شهر برضو من هنا 10.55 ووصل 11.80، كويس. فالسهم ده المتوقع عليه ان هو في حالة تعريض او في حالة عرضي، وثم هينزل وهيهبط إلى مستويات أقل، لأنه ما قدرش يواصل أو يعدي 11.80، وده تعتبر نقطة مقاومة قوية له، زي من سنة لما حصل إنه وصل ل13.55 ثم بدأ ينزل. السهم ده المتوقع له إن هو النزول. ده بالنسبة لهذا السهم اللي هو سهم بنك الإمارات دبي الوطني، فهذا السهم المتوقع له
الهبوط. ده لا بالنسبة للي بيتجرم أو بيملكوا هذا السهم. ممكن إنك تبيع ثم تنتظر حتى يهبط سعره وتشتريه تاني لو أنت مصمم على شراء هذا السهم. ولكن طبعا بالتأكيد إن بنك الإمارات دبي الوطني دي شركة قوية وبتحقق أرباح، ولو أنت دخلت على أخبار الأسهم أو خبر الأخبار السهم ده بالذات هتلاقي أخباره كويسة جدا. ده بالنسبة لسهم بنك الإمارات دبي الوطني. ده كان كل ما لدينا النهاردة، وباستمرار أو في الفيديوهات القادمة هنشوف سهم من أسهم الإمارات آخر نلقي عليه نظرة ونشوف وضعه وطريقه إيه. وطبعا الأرزاق بيد الله، والتوقعات طبعا لا يعلم الغيب إلا الله. ده بالنسبة تحليل، ده بالنسبة لتاريخ السهم وطلوعه ونزوله، وأعلى نقطة بيوصل لها وأقل نقطة بيوصل لها بتقدر تستفيد أو تحلل أو تتوقع هبوط أو نزول السهم، لأن دائما دورة السهم في الهبوط والنزول تكون متقاربة وشبيهة ببعض. في النهاية بتمنى أن أكون وصلت لك معلومة النهاردة عن هذا السهم، ولو لقينا لايك أو شير أو تعليقات هنشوف سهم آخر إن شاء الله في الحلقة اللي جاية. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.